السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. الأبراج مجرد تسالب، ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. أحبتي، يسعدنا حضوركم دائما في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. أبراج 2019 التي ستدخل في علاقة جدية هذا العام. العام 2019 بشكل عام من الأعوام الجيدة، والتي من المتوقع لها أن تكون أفضل بشكل أو بآخر من عام 2018. بطبيعة الحال ما يحمله العام الجديد يختلف بين برج وآخر في مختلف المجالات. عدد كبير من الأبراج ستتمكن من العثور على الحب في العام الجديد، ولكن كل قليلة من الأبراج ستجد نفسها في علاقة جدية. فمن هي هذه الأبراج؟ وهل أنت واحد منهم؟ برج الحمل. التناغم الكبير بين طاقة المريخ الرجولية وفينوس الإنسوية ستجعل حياة الحمل العاطفية في العام الجديد بأفضل وضع ممكن. في العام الجديد الحمل لن يضع الكثير من الجهود من أجل العثور على الحب، لأن الحب سيجد طريقه إليه، ولكن على البرج هذا أن يكون صبورا وعدم استعجال الأمور أو القفز فوق المراحل. في حال تمكن الحمل من الصبر وانتظار اللحظة المناسبة، فإن الحب الذي سيجده في العام الجديد لن يكون جديا وحسب، بل سيكون العلاقة التي تستمر إلى الأبد. برج الأسد. الأسد أمام مرحلة ستكون حاسمة في العام الجديد على الصعيد العاطفي وفي الواقع. شهر يناير وتحديدا في 21 منه سيشكل مرحلة فاصلة في حياة الأسد. البداية ستكون بالتخلص من كل أعباء الماضي وكل الأمور العالقة التي كانت تمنعه من التقدم. وعندما يتمكن الأسد من الانطلاق بحرية، فإن الحب سيجد طريقه وبسهولة إليه. وفي حال لم يكن الحب الجدي من نصيب الأسد في يناير، فهناك فرصة جديدة في يوليو، إذ أن اصطفاف الكواكب سيكون مثاليا، وعليه العلاقة التي سيتم تكوينها ستبنى على أسس متينة، وستكون من النوع الذي يستمر لوقت طويل جدا. برج الميزان. العام 2018 لم يسر كما خطط له الميزان، ولكن العام الجديد سيكون مختلفا تماما. في الواقع ما ينتظر الميزان في العام الجديد يجب أن يثير حماسته، خصوصا إن كان أعزبا. الميزان المتزوج لن يكون في وضع مثالي، وذلك لأن الشريك سيكون في حالة سيئة، ولكن الأعزب ينتظره الكثير من الأمور الإيجابية على الصعيد العاطفي، ولكن الوضع سيكون متقلبا بعض الشيء. فترة الحب الذي سيعثر عليه سيسير في الاتجاه الصحيح، ودورا في اتجاه مغاير كليا، ولكن العبرة كلها في النتيجة والتي ستكون مثالية. الميزان سيختبر علاقة جدية، وفي حال تم التعامل مع التقلبات بشكل صحيح، فالعلاقة هذه قد تكون المنشودة والتي ستؤدي إلى الزواج. برج الدلو. رغم أن خسوف القمر الكلي في 21 يناير
قد يؤثر سلباً على الذين ينتمون لبرج الدلو، خصوصاً الفئة التي ولدت خلال الأيام السبعة الأولى من موسم الدلو. ولكن التأثير لن يكون طويل الأمد، بل محصوراً بمدة زمنية معينة. حظ الدلو العاطفي الجيد سيبدأ في مارس، والحب سيجده بسهولة تامة. العلاقة ستكون جدية منذ البداية، لأن البرج هذا سيملك الوضوح الكلي والتام حول ما يريده وما يسعى إليه في العلاقات. والأجمل من كل هذا أن وقوع الدلو في الحب سيكون حين لا يتوقع ذلك، وفي مكان لم يكن يتوقع أن يتواجد فيه الشخص الذي سيكون نصفه الآخر. اللقاء الأول سيكون صاعقا، وهذا ما سيجعل الدلو يدرك وبشكل فوري بأن العلاقة هذه هي ما يبحث عنها. الذين ينتمون إلى برج الدلو يحتاجون إلى الكيمياء القوية جدا في اللقاءات الأولى، وإلا لن يتأثروا. الإعجاب العابر لا يجعلهم يقررون منح العلاقة فرصة، وهم يحتاجون إلى تلك الصدمة التي تجعلهم يشعرون بالتوقف. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.